هذه الأرقام أظن مبالغ فيها كثيرا. لا يوجد عمق لهذه الطائفة في الجزائر، يوجد محاولة تشكيل انطباع بوجود العمق لكن العمق غير موجود. الدليل هو أن الأئمة عندما يجالسون أولئك الذين يستدعيهم الأمن في مختلف الولايات ويحاورون الأتباع يعودون فورا إلى الإسلام الصحيح، فلا عمق لهذه المجموعة، ولكن المشتبه فيه هو ما أثبته أجهزة الأمن في التخابر مع الخارج. هذا تهمة ثابتة الآن في ولاية شلف، وأنا مرة ثانية أنحني إكبارا وتحية لأجهزة الدولة جميعا على ما تقوم به من تأمين الوطن وتأمين تدين الجزائريين والذود عن العقيدة الصافية للأمة الجزائرية التي تستقيها من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام.